تحياتي ليكم، مرحبا، شكرا على حسن الاستماع، شكرا على تفاعلاتكم على صفحتنا استوديو شمس باي شمس فام. مرحبا بكم، مازلنا في متابعة للمسيرة اللي خرجت بأعداد كبيرة وكبيرة جدا من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل باتجاه شوارع العاصمة، شارع الحرية، ثم الباساج، وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة. بعد شوية رجعنا أيضا ضيادي الكريفي في متابعة ومواكبة للمسيرة. قبلها توتسويت نستقبل ضيفي في الانترفيو اليوم الناشط السياسي كريم عبد السلام. يعني مناي اني ارجع لبيتي. في شيء شديد فوق الحديد امشي مش عارف ومنكر هاي الضمير العالمي سكر الدنيا. بدنا نعيش بسلام زيتنا خلاص بكفي قتل بكفي بكفي ذبح. ان الضمير الاثم لا يحتاج الى اصبع اتهام، لذا ابداوا بمحاكمه انفسكم. الانترفيو مع زينة. سي كريم اهلا وسهلا، تحياتي، مرحبا بك على موجات شمس فام. سي كريم، قبل كل شيء وبما اننا مازلنا في متابعه للاوضاع بغزه المحتله بفلسطين، في علاقه بما يحدث، هل تعتبر وعنا شهيد تونسي مؤخرا في السنوات الاخيره وحتى في اخر او فيما يعرف بطوفان الاقصى شاركت طائرات باسم الطائرات اللي كان صنعها الشهيد الزويري، هل تعتبر اليوم أنه هناك تنكر للشهيد الزويري؟ يعني هناك تنكر مركب يعني على عدة مستويات. نعتقد أنه قصدية اغتياله في بلده يعني هذه يعني جريمة في حد ذاتها، لاعتبار أنه لا يمكن للكيان الإسرائيلي أن يتعمد القيام بعملية خارج حدوده الجغرافية والسياسية إلا بتواطؤ أطراف من داخلية. لا يمكن، يعني كان الشهيد يتنقل بين عدة عواصم، وكان يعني قرار اغتياله هو في بلده تونس، بالتالي كانت هناك ضمانات كبيرة جدا لتغطية هذه العملية وتأمينها. تواطؤ من تواطؤ مع الكيان الصهيوني وسهل عملية اغتيال الشهيد الزويري بصفاقس؟ إلى حد الآن تعرف أنه فتحت قضية ببدل الأمر، فتحت قضية يعني حق عام في فرقة مقاومة الإجرام، ثم تحولت إلى قطب الإرهاب، وإلى حد الآن يعني مصير هذه القضية هو تقريبا ماشية أو حفظت ضمنيا ضمن رفوف القضاء الناجز والعادل. بالتالي تعتبر وتقول الكيان الصهيوني خذ راحته، دخل للاغتيال وغادر بضمانات. طبعا حتى الذين وقع إيقافهم في مساعدات لوجستية لتغطية العملية قبل وبعد، في توفير آليات التنقل، في بعض آليات التواصل، في توفير الغطاء الذي دخلوا به كبعض يعني بعض الفرق دخلت تحت غطاء صحفي وغيره، كل ما قائد لق صراحهم. من تواطأ رسميا؟ رسميا أنا أعتقد أنه لا يكون هذه العملية بهذه الضمانات الكبرى إلا بتواطأ داخل الدولة. أنا أعتقد اعتقاد راسخ أنه هناك يعني تواطأ داخل الدولة، سواء على المستوى السياسي لتغطية العملية أو سواء حتى على المستوى الفني والتقني والأمني. تعطات أوامر تعتقد سياسياً؟ لا، ثم السياق السياسي هو اللي صنع هذا الحدث اللي هو في تغطية هذه العملية وتجميدة وتذويبها وتفكيكها إلى حد السكوت عليه. هذا نعتقد وهو خيار سياسي من أجل أنه السياق السياسي كان يطمح إلى التطبيع وإلى الانتقال إلى معسكر التطبيع. نسألك يعني بطريقة أخرى، هل تنكرت حركة النهضة للشهيد الزويري؟ طبعا من اللحظة الأولى، يعني منذ اغتياله وبداية الحديث على أن مجموعات عايدة من سوريا تصفي في حساباتها، ويعني غض الطرف على أنه هذا الرجل يعني كان مناضل داخل يعني صفوف طلبة حركة النهضة في التسعينات، وأنه هجر وشرد وكان يعني هجر وعذب مرة أخرى زيادة، وعاش في قرى القصدير ومدن القصدير في السودان حتى للتعلق مع المقاومة الفلسطينية، ولهرب من جحيم يعني النهضة أو الحراك الإسلامي السياسي في تونس. اليوم في علاقة، وبما أننا نحكي على حركة النهضة، ماذا يحدث في البيت الداخلي لحركة النهضة؟ وأنت من الناس المطلعة ونعرف عندك فكرة على الكواليس، خاصة في علاقة بالأجيال اللي قربت في اللونيسي اللي موجود رهن وقيد الإيقاف، من سيخلف منذ اللونيسي في رئاسة حركة النهضة؟ الشعيبي هو الأقرب، الخميري، الوريمي، من؟ حقيقة يعني هناك غموض يعني يلف حتى أبناء النهضة أنفسهم، إلى حد الآن ما عندهمش قرار محدد واضح لعدة اعتبارات. الاعتبار الأولاني هو يعني غياب تام
لتطبيق القانون، قلنا كان يجب أن يكون هذا غير خامض باعتبار أن حركة النهضة حزب سياسي أودعت نظامها الأساسي أو قانونها الداخلي في وزارة الداخلية حسب منطوق ومرسوم بعث الأحزاب مرسوم 87. الأصل فيه لا يحدث هذا الغموض باعتبار أنه هذه الخطوات والتدرج في هذه الخطوات كانت وردت في النظام الداخلي الذي وللأسف شديد إلى هذه اللحظة لليوم منذ دقائق دخلت إلى كل المواقع حركة النهضة وقع سحب هذا النظام الداخلي والنظام الأساسي حركة النهضة الذي ينظم أو ينص قانونيا على هذه العمليات. بالتالي أعتقد أن هناك عملية تجاوز القانون من الوهلة الأولى، هو تجاوز كبير جدا للقانون ويطرح إشكالية حقيقية ليس لحركة النهضة فقط وإنما لكل الأحزاب التونسية التي لا تلتزم بإنجاز مؤتمراتها في المواعيد، لاعتبار أن حركة النهضة كان عليها أن تنجز المؤتمر 11 من ماي 2020، وقع تأجيله لسياقات داخلية في حركة النهضة ثم وقع تأجيله لسياقات عامة في البلاد في الكوفيد، والآن احتمال كبير جدا يقع تأجيله. واليوم السؤال الكبير المركزي الذي يطرح نفسه، هل يجوز الأحزاب صدرت نفسها كآلية من آليات ترسيخ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والشفافية أن تؤجل أو أن لا تلتزم بديمقراطية داخلها وتداول سلمي للسلطة؟ اليوم السؤال الحقيقي المطروح في حركة النهضة، هل بالحق أنه حزب سياسي قائم على مؤسسات واحترام القانون، أو هو حزب كارتلات وحزب بارونات تسيطر عليه، أو حزب عائلي أو توارث بعض العائلات هذه هذا الديناميك؟ اليوم على أبناء حركة النهضة أن يعلنوا آليات أو خطوات أو إجراءات إنجاز مؤتمرهم الذي تأخر 3 سنوات. وأعتقد أنه هناك يعني التزام قانوني، ليس من نفل القول أو من باب أنه حزب يقول اليوم سأؤجل مؤتمر 3 مرات ويعمل فراغات. التزام لاعتبار منطوق القانون في الفصل الأول من المرسوم 87 تلتزم الأحزاب بالديمقراطية والحوكمة والشفافية داخلها، وفي الفصل التاسع تلتزم هذه الأحزاب بالآليات الديمقراطية والترسيخ الديمقراطية. بالتالي لا يمكن أن نقوم بالديمقراطية بالتوكيل أو بالقفز على التداول الحقيقي والفراغات التي تقوم حركة النهضة اليوم في وضع قانوني خطير غير مسبوق في تاريخها تقريبا 40 سنة، وهي إلى حد الآن حركة بدون قيادة، يعني حزب بدون قيادة، ولا يلتزم بالآليات القانونية التي ألزم بها نفسه في النظام الداخلي، ولا يلتزم بمرسوم ومنطوق الأحزاب المرسوم الأحزاب 87، ولا ندري إلى أين تتحول. هل اليوم هو حقيقة، اليوم نعود نعكس السؤال، هل اليوم هو حزب أو حركة؟ وهل أنه مقتضيات حزب؟ خليك تسأل هل يوم حزب أو حركة والجواب معروف. لاعتبار أنه النظام الداخلي وقع سحبه من كل مواقع وكل منشورات حزب حركة النهضة الذي يحدد الخطوات الإلزامية والإجرائية والشكلية والقانونية لهذا الوضع الاستثنائي، وتحدث في نظامه الداخلي على الأوضاع الاستثنائية، تحدث على المؤتمر العام وتحدث على المؤتمر الاستثنائي ومقتضياته. وفي الحالتين هل أننا إحنا في وضعية استثنائية لحركة النهضة بغياب رئيسين لحركة النهضة داخل السجن، واليوم يتحدثون على قيادة جماعية، هل القانون النظام الداخلي يؤمن بحاجة اسمها قيادة جماعية؟ كيفاش نجم يعني يكون قيادة جماعية؟ يعني أفقية بشكل لا تكون فيها رأس، يعني وهذا هذا نوع من التفكير، من طرف التفكير اللي خارج. شو معنى قيادة جماعية؟ يقوم بكري يأخذ القرار؟ يعني الله أعلم شنو مقتضيات هذا، ممكن يكون مجلس قيادي على غرار المجلس العسكرية. أها، هنا شوية آخر تقول هناك نية للعودة إلى السرية. إذا 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 حركت النهضة اليوم لم تسارع بالتزام بالنظام الداخلي الذي أودعته وزارة الداخلية في التزام أعلى منه بالمرسوم ومؤسس الأحزاب، هي حركة سرية. تعتبرها حركة سرية إذا لم تلتزم بمقتضيات القانون ومقتضيات النظام الداخلي الذي التزمت به نفسها وأودعته ضمن نسخ في وزارة الداخلية وقالت هذه هي آليات التداول والإجراءات والقانون الداخلي الذي ألتزم به أنا ومنخرطي. فبالتالي يعني هناك يعني قيادة هلمية لا نعرف أسماها ولا نعرف من هم ولا نعرف رؤيهم ولا خططهم ولا تصوراتهم. على هذا سألتك من الأول، قلت لك هل تعتبر فما سميت 3 أسماء بتاتي فما أسماء أخرى، لكن من منهم الأقرب اليوم لخلافة منذ اللونيس؟ حقيقة الإشكالية ليست المهلة من المفروض نهار لحد يشتغل، يعني أعتقد أنه يوم 17 أكتوبر تنتهي ولاية منذ لونيسي، على الأقل في منتصف أكتوبر تنتهي ولايته، وعليهم بالضرورة القصوى أن ينتخبوا رئيس. الإشكالية ليست انتخاب رئيس، أنا أتحدث على مؤتمر داخل حركة النهضة مؤجل منذ 3 سنوات
وهل يجوز من الناحية القانونية والأخلاقية والمبدئية أنه حزب يتخذ يعني تأجيل المؤتمر نتاعه ويدعي أنه حزب مؤتمرات ومؤسساته وأنه يؤسس فيما بعد وحكم السلطة أنه يؤسس للديمقراطية وهو من جاء بالديمقراطية يعني في فترة وهي كانت فترة ديمقراطية حقيقية. هذا للأسف شديد يعني يجعلنا نتسألوا حتى ليش حركة النهضة فقط، جميع الأحزاب التي تأجلت يعني مؤتمراتها وأخذت القرارات بتأجيلها إلى ما لا نهاية، هل يجوز لها هذا أو لا؟ وهي ملتزمة بالفصل الأول الفصل الأول من مرسوم أحداث الأحزاب 87 والفصل التاسع والثامن الذي يتحدث على آليات والتأكد من آليات الديمقراطية والشفافية في تداول السلطة داخل الأحزاب. بالتالي اليوم تعتبر فمش معنى كبير للحياة الحزبية. أعتقد أنه لو نجح فترة قيس سعيد في 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 شيء سياسي منجز سياسي أنه كشف هذه الأحزاب أنها أحزاب غير مهيكلة لا ترجع إلى آليات ديمقراطية داخلها ولا تحترم الديمقراطية في مضمونها العميق. كنت ضيفي عم ناول كريم عبد السلام، تحدثت في علاقة بالإدارة، تحدثت ونذكر قلت لي مرة في علاقة بحزبك السابق أو حركتك السابقة نهضة، قلت رأي عمي لت على حرق البلاد المحافظة على علاقاتها الخارجية، هل هذا اليوم ما زلنا نجم نحكيه على علاقات خارجية للنهضة بعد راشد الغنوش؟ طبعا يعني هناك يعني معركة الحالية اللي صار والسقوط الأخلاقي المدوي شاهدناه الشهر الفارط بتسريب لرئيس الحركة برمزية هذه الحركة ورئيسها الذي انتخبوه هم وعينوه هم لتولي يعني إدارة الحركة في غياب رشد الغنوشي، يعني وهذا التسريب الذي سرب من أجنحة داخل حركة النهضة التي تريد أن تستأثر بمجموعة العلاقات وهي حرب قذرة ووسخة. كيف خليك تقول كريم عبد السلام وأنه التسريبات اللي سمعناها المنذر لونيسي الرئيس المؤقت لحركة النهضة خرجت وتم تسريبها من أجنحة من حركة النهضة؟ تسريبات وقع التهديد بها منذ في عدة اجتماعات رسمية داخل حركة النهضة. هذا قبل 3 أشهر. معلومة رسمية. يعني نحكي لك أنا وقع الضغط على منذ لونيسي من أجل الاستقالة والتسريب في هذا المعنى 3 أو 4 أشهر في جميع الاجتماعات الرسمية للمجلس الشورى. تستقيم رئاسة النهضة ولا نسيب لك التسريب؟ ولأنه وقع اتهامه بالخيانة باعتباره هو طرح فكرة السياسي عدم المواجهة السياسية مع نظام قيس سعيد. بل أكثر من هذا. كان عندي هنا في حوار قال أنا مد يدي لأن نظام ما بعد 25 جويلة طبعا وقعت شيطنته على هذا المعنى، وقع تخويل وشيطنته فيما بعد بعدها تم تهديده من قبل وقع تهديده لاعتبار أنهم هم يحزون يتحصلون على هذه التسريبات تقريبا المسربة أو الاستقصائية المدعية في مكالمة محادثة يعني خاصة بينها وبين شخص يعني على حين غرة ودعت أنها استقصات ولم تستقص بينما هي خيانة مركبة من كل أطراف، أنه كان وقع شراء شراء ذمة من أجل تسريب هذه المكالمات والقضاء على هذا. الإشكالية لن نتحدث هنا، تقول بالتسريبات معناها تؤكد بطريقة أو بأخرى أنه فعلا صوت منذر لونيسي هذا؟ طبعا ما فيش ما يشكش عاقل أنه هذا يعني التسريب حقيقي المكالمة حقيقية. لكن من النهضة هدد منذ لونيسي بالتسريبات طبعا من أودع الشكاية داخل النظام الداخلي اللي هو أسامة بن سالم اليوم، هل لحركة النهضة هذه معلومة رسمية من يقف وراء أسامة بن سالم والجناح الذي دفعه من أجل هذا السقوط الأخلاقي داخل حركة النهضة واستعمال التسريبات من أجل ضرب يعني في حركة تدعي أنها حركة إسلامية وحركة تحترم القيم وتحترم الأخلاق، أنه في هذه المراوغة السياسية هل عندهم الجرأة اليوم يعني على الأقل أطالب يعني أو أناشد شرفاء يعني داخل حركة النهضة أن محاسبة أسامة بن سلم من أين جاء بهذا التسريب ومن يقف وراء هذا التسريب ومن سربه لو حتى يسربه إلى لجنة النظام الداخلي؟ علاش كي تحكي على أسامة بن سالم ماهوش بارز على أرض الواقع في الإعلام في الأنشطة، ما راهوش برشا أسامة بن سالم، علاش توجه له الاتهامات مباشرة؟ والده نشط أكثر منه كي هي هذه من الإشكاليات الحقيقية داخل حركة النهضة، هذه التوريث يعني إشكالية التوريث اللي جات يعني بعض أبناء قيادين حركة النهضة يعتبروها ريع عائلي، وهذا اللي قاعد يتكرس حاليا داخل حركة النهضة، تتحول إلى ريع عائلي يعني يسيطرون عليه بعض العائلات المؤسسة أو اللي عندها سبق نضالي غيره. أسامة بن سالم يعني كان يحوز على جزء كبير جدا من منافع داخل حركة النهضة، ليس له أي وزن حقيقي داخل مؤسساته، وإنما كان عنده وزن أبيه وهو وخوه اللي يقيم بفرنسا، يعني كان اختصاصهم سب والاعتداء على بعض منوئين حركة النهضة أو مخالفين الرأي، هذه تقريبا واحد، وحاز على كثير من المنافع. مش معنى صفحات فيسبوكية؟ طبعا يديرون صفحات فيسبوكية وهو يعني تقريبا يعني يستنقلون في النسخة الأولى البدائية، يعني
اليوم هل لهم الجرأة لمحاسبة من سقط أخلاقيا وسمح بهذا السقوط الأخلاقي في استهداف رئيس حركة بصفته داخل النظام الداخلي؟ وسبب سالم اللي تحكي عليه كان أعلن استقالته من رئاسة لجنة الإعداد المادي للمؤتمر 11 لحركة النهضة. هو كان رئيس لجنة المؤتمر، هو كان يسرب. كان رئيس لجنة المؤتمر وهو ضد المؤتمر، يعني بالتالي ثم فرقات عظيمة عجيبة. اليوم هناك خط داخل حركة النهضة يستميت في أنه الاستبقاء على هذه الواجهة هو التاريخية. هو ما يبعدش على المؤتمر، هو حتى في استقالته والتدوينة الشهيرة اللي نشرها تقريبا هني في 5 أوت 2023 قال على ما نتذكر من التدوينة، قال أتمنى أن المؤتمر يصير في موعده، أنه يكون مؤتمر ديمقراطي وعادل بين كل المؤتمرين في حق حقيقة الأمر. لن ينجز أي مؤتمر في غياب المؤثرين والكارتيلات والمال والعلاقات وغيره، يعني بعض القوات، ولن يعتقدوا أنه إنجاز مؤتمر حالي داخل حركة النهضة سيسمح بجيل جديد وبرؤى وأفكار جديدة وبتصورات جديدة خاصة من الشباب. اليوم هناك معركة حقيقية بين خط التترس القديم والحرس القديم لحركة النهضة والعائلات المستفيدة، وأقول وأحدد سطرين تحت العائلات من أبناء يعني قياديين ونضاليين منظمين حركة النهضة اللي استأثروا بالمنافع واستمروا فيها، اليوم يدافعوا من أجل الحفاظ على تلك الواجهة المشروخة والتي أدت إلى فشل في الأزمة وأشل في الحكومة وفشل إلى استثناء أزمة جديدة. واليوم لا يقرون، وهم صقور حركة النهضة، صقور ليس في المبدأ وإنما صقور في استدامة المنافع والمصالح وتقسيم هذه الكعكة. هناك جيل آخر جديد يدافع من أجل الأفكار وعدم استصحاب حركة النهضة في كل إرث التاريخي ما له وما عليه. اليوم أي مؤتمر سوف يحدد وجوه جديدة، ورأينا على الأقل تقريبا بعض الوجوه التي خرجت الإعلام كانت تقول يعني 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 خطاب معتدل غير متشنج، وعلى الأقل يراعي المصلحة السياسية بآليات السياسية على الطاولة. ما قالها منذ اللوسيفي اللونيسي، ما قاله منذ اللونيسي، وما قاله محمد الغداوي، وما قاله بعض الأصوات الخافتة مع فتاح الطاغوتي. اليوم هذه أصوات عقل وشباب قادرة على إحداث فارق داخل حركة النهضة والالتزام بمقتضيات الفعل السياسي. هناك خط آخر، خط يعني استوطن وكبر وتمعش من السرية ومن العلاقات المحلية والدولية التي لا تقوم على الشفافية والمحاسبات والمحسوبية وبالبذل والعطاء من أجل أنه المنافع المتبادلة. وعليه تعتقد وأنه مش بش يكون فما إجماع حول الاسم الذي سيخلف منذ اللونيس في رئاسة النهضة؟ هل أنه قرروا اليوم؟ هل أنه هناك إشكاليات؟ تقريبا أربع أيام، تقريبا زوج إشكاليات أساسية ورئيسية أو خمسة. هي قضية المؤتمر، هل أنه يجوز وهو مشكل قانوني ما تروح ليس على حركة النهضة فقط وإنما على بقية الأحزاب، وهذا في خلال وعودة للحقيقة للقانونيين من أجل الحديث على هذه المسألة وتفصيلها. هل يجوز لحزب سياسي أو جمعية أو منظمة لا تلتزم بنظامها الداخلي الذي أودعته وزارة الداخلية؟ وهل يجوز أن لا تؤمن بالتوارث وآليات التداول على السلطة داخل الحزب قبل أن تصل السلطة؟ فمن بالك بأحزاب وصلت إلى السلطة وإلى حد الآن، هل يجوز لك تأجيل المؤتمر بدون أسباب إلى ما لا نهاية؟ يعني هناك تحييد قانوني. اليوم انت قلت في المؤتمر في النظام الداخلي كريم عبد السلام، المؤتمر واغلب او عدد كبير من قيادات النهضه موجودين في السجون بالموجودين، هل تعتقد انه حزب كامل قائم بمؤسساته بتاريخه بمرجعياته اليوم قائم على خمسه من الناس داخل الحزب، هذا يولي ريع، يولي ما عادش حزب، يولي منتجع سياسي. منتجع سياسي طبعا، اذا مشينا بمقتضيات الترتيب المنطقي اقرب حسب رايك بين شكون وشكون؟ أنا نعتقد لو أنه العجمي الوريمي نعتقد أنه يعتبر رجل المرحلة، لو أنه طبعا تركوه بعض الخطوط الأخرى الخاطر خارج الوطن التي العجمي الوريمي رجل المرحلة اليوم نعتقد يعني من ال تحكي على مستوى التفكير أو على مستوى القدرة على تأمين تمويلات؟ لا، القضية الحزب لا يقوم على تمويلات فقط، وانا بنحكي على يقوم على التوافق داخل الحزب نفسه، الذي لم يتورط حقيقة، العجمي لم يتورط في اي مذابح افتراضية داخل حركة النهضة والتترس مع اي خط من الخطوط، يعتبر الى حد الان مازال حالة نقية داخل حركة النهضة، رغم اني اختلف معه صديقي العجمي، ولكن اعتقد الى حد الان يجمع بين شيئين، اللي قدرته وتواصله مع كل الفاعلين السياسيين وعدم تورطه داخل تنظيم حركة النهضة على الاقل فيما بعد الثورة.
اتحدث عن فيما بعد الثوره حتى لا اكون متناقض مع نفسي، يعني فيما بعد الثوره في استهداف المناضلين او ما يعرف ب ب ب بطرد القواعد اللي يعتبرهم هم صقور واعتبرهم هم عبء كبير على حركه خاصه المناضليها. يجمع بين خط بين الرؤيه والتصور والعلاقات الطيبه وبين يعني استحقاق النضالي كشخصيه تاريخيه عندها استحقاق نضالي، وخاصه انه من الداخل ويقطع مع رزنامات الاجنبيه التي تحاول ان تدير حركه النهضه من لندن او من باريس او من بعض العواصم الاخرى كاسطنبول. شكرا جزيلا الناشط السياسي كريم عبد السلام، شكرا لكم على حسن المتابعه، فاتكم الحوار كاملا تلقاه على صفحتنا استوديو شمس باي شمس فاي.